تحتل حوادث الاختناق بالغاز صدارة الحوادث المنزلية، حيث وفي ظرف 4 أيام فقط منذ بداية السنة الجديدة تم تسجيل 15 حالة وفاة اختناقا بأحاد أكسيد الكربون، أو كما يعرف باسم القاتل الصامت الذي لم يرحم لا الأطفال الرضع ولا شيوخ الركع. خلال بداية جونفي هذا للأسف وصلنا إلى 15 حالة وفاة مختنقين بغاز أحد أكسيد الكربون، تأتي في المقدمة ولاية سطيف بسبعة حالات، تم تليها كل من الولايات التي سجلت فيها الوفاة كميلة وغردية. طبعا إذا رجعنا بسنة 2019 حصل 145 حالة وفاة، وكذلك أكثر من 2000 شخص تم إنقاذه من موت الحقيقي من طرف أعوان الحماية المدنية. تعود القاتل الصامت على طرق أبواب العائلات الجزائرية في كل شتاء ليرتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد في حق ضحايا أبرياء، ذنبهم الوحيد الاستغناء عن توفير السلاح الذي يردع هذا القاتل، أو بالأحرى توفير التهوية. يعتبر غياب التهوية من بين الأسباب الرئيسية للاختناق، وعليه فالحيطة والوقاية خطوتين مهمتين لتفادي حوادث الغاز المنزلية، وعليه يجب التأكد من التهوية الجيدة، وفي حالة تسرب الغاز أو شك بوجود غاز CO لا تستعمل الهاتف النقال، لا تشعل الأضواء، قم بتهوية المنزل أولا لتفادي خطر الانفجار أو الحريق، اغلق حنفية الغاز الرئيسية، اتصل بمصالح الحماية المدنية على الرقم 14 أو الخط الأخضر 1021. البحث عن التدفئة مقابل الموت اختناقا، معادلة حلها الوحيد توفير التهوية.